بسحب اجري الشمال بايدي اليمين، بمسك اجري الشمال، ومع الانهال مد ايدي اجري الشمال، ايدي الشمال لورا. كتير مهم بهالحركة ايدي اجري تكون جالسة، اذا ما بقدر بستعمل اقشاط، بحط اقشاط على اجري، بمسك الاقشاط بايدي وبعمل الحركة بهاي الطريقة. انهيل، تأكد ان النفس عم يوصل على بطني، بطني عم يضغط لبرا. اكسيل، انهيل، مع الاكسيل شوي شوي بجلس، برجع اجري لمحلها. هلا بسحب اجري الشمال، اجري اليمين بايدي الشمال، بمسك اجري اليمين من برا، مع الانهيل اجري اليمين لفوق، ايدي اليمين لورا. اكسل بجلس، اجري اليمين مطويه، الشمال ممدوده. كمان بهذه الحركه اذا ما بقدر بستعمل الاقشاط، انهيل بسحب قد ما في ايدي لفوق، ظهري لفوق، مع الاكسل بالاقشاط بمسك اجري قد ما في بسحب حالي. كتير مهم بهذه الحركه يضل ظهري جالس، وجهي لفوق ودقني لقدام. انهيل، مع الاكسيل بسحب حالي اكتر لقدام، هلا اكتر. انهيل، ايدي لفوق ولورا. اكسيل، بدل اجري كمان نفس الحركة، لأني رح اعرض الحركات على السريع. مد الاجرتين، بس انتو جربوا بالبيت على القليل كل حركة خدوا فيها ثلاثة نفس، إذا بتلاقوا حسوا حالكم مرتاحين وصلوا للسبعة. برجع بطلع، كتير مهم بهذه الحركة يكون وركي لفوق، مع الإكسيل ضهري على الأرض، إيدي على ركابي، بعمل إجري إكس على بعضهم، هون بعمل إنهيل وهون إكسيل. الاكسيل من تمي قد ما فيي، بطلع النفس من كعب بطني ولبرا. خليكن على القليل دقيقة بهيدي الحركة، بعدين ركبي حد بعضن، ايدي مفتوحين، بنزل ركبي على اليمين، وجهي بطلع على الشمال، بتنفس. كتير مهم بالتويست تنفس. اكسيل على تاني ميل، على النص، اجري على الارض، ايدي على جنابي. انهيل، نفسي عم يوصل على بطني، بطني عم يضهر لبرا. اكسيل، لازم ضل على القليل بهالحركة شي 10 دقايق بعد التمرين. بعد 10 دقايق بحرك اصابع اجري على مهلهم، اصابع ايدي، وجهي على اليمين على الشمال، برجع اجري على بعضهم. انهيل، بمغط كل جسمي، بقلب على جنبي الشمال، بنام مثل الجنين، ضلني شي دقيقة بجلس. انهيل، اكسيل، بعمل هيدي الحركة على قليلة 3 مرات. إذا بعمل هودي الحركات كل يوم تقريبا، بعطي كل يوم من وقتي 20 دقيقة لهودي الحركات، هيدي الحركات بتضمن لي صحة سليمة، بال هادي، نفس مرتاح، جهاز مناعة قوي، pH دم عالي، وراس مرتاح. Thank you.